سيناريو من 40 النهارده هنتكلم على مكونات ثوره 19. ثوره 19 هو درس طبعا في علم كمان التاريخ. طبعا كنا اتكلمنا قبل كده على الكفاح الوطني، اتكلمنا على نور وجهود ولايه مصطفى كامل، اتكلمنا على ولايه فداك وفرخان، واتكلمنا على ولايه محمد فريد. دلوقتي هنتكلم عن مقدمات ثوره 19 عقب انتهاء الحرب العالميه الاولى. تمام، سنه 1000 بدات الحرب العالميه الاولى من سنه 1914 لسنه 1918، جت في نهايه بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى. تمام، ده عرف الوفد برئاسه مين؟ برئاسه سعد زغلول. الوفد الوسط ده تكون من اعضاء الجمعيه التشريعيه، واحنا اتكلمنا قبل كده الجماعه اعضاء الجمعيه التشريعيه والجمعيه العموميه. تمام، ومجلس شوري، مين مجلس شوري؟ القوانين، وكان برئاسه سعد زغلول وبعض زمايل سعد زغلول. دول طبعا مندوب كلهم طبعا سعد زغلول ده المندوب السامي البريطاني، وكان في الوقت ده المندوب السامي البريطاني سير ويجنت. تم لما بعد ما تم عزل اول واقوى معتمد بريطاني في مصر كان اللورد برومر، تم تعيين المندوب السامي البريطاني اللي هو سير ويجنت. تمام، فالمهم طبعا طالب سعد زغلول واللي معاه اللي هم مطالب الوفد المصري بإلغاء الحماية البريطانية على مصر، إلغاء الحماية البريطانية على مصر. طب إمتى تفرقت أساسا الحماية البريطانية على مصر؟ تفرقت الحماية البريطانية على مصر سنة 1914. تمام؟ وكلمة الحماية البريطانية يعني الحكم المطلق لبريطانيا في مصر، الحكم المطلق لبريطانيا في مصر. تاني حاجة إلغاء الأحكام العرفية، يبقى سعد زغلول وزميل سعد زغلول طلبوا إن هم ينموا على الأحكام العرفية اللي فرضتها طبعا القوات الموجودة. وانت احترام البريطاني والغايه الرقابه على الصحف والمطبوعات، كمان طلبوا بالاستقلال التام وطلبوا بالسماح لهم بالسفر الى باريس لعرض المطالب الوطنيه على مؤتمر مين؟ على مؤتمر الاسره. تمام؟ تعالوا بقى نشوف بقى كلمه الحمايه البريطانيه معناها خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني. ممكن يجي في امتحان السؤال ده، ما المقصود ما المقصود طبعا ما المقصود بالمصطلحات الاتيه؟ كلمه الحمايه البريطانيه او بمعنى زي ما خدنا قبل كده ما المقصود بنظام الاحتكار، او قبل كده خدنا ما المقصود بالاحتلال او بالمقاومه. تمام، يبقى كلمه الحمايه البريطانيه معناها خضوع مصر المطلق للاحتلال. مين؟ الاحتلال البريطاني. طبعا اعترض المندوب السامي البريطاني لصفه هؤلاء المجموعه اللي هم سعد زغلول وزمايله بان هم يقاموا مين؟ يتحدثوا باسم الامه. طبعا اخترع سعد زغلول اللي معاه قال له خلاص احنا نعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها التوكيلات. التوكيلات يعني جمع توكيلات من الامه، من المصريين جميعا، ان هم ينطوا وفد لسعد زغلول يتكلم باسم مين؟ باسم الامه اللي هو اسم الشعب المصري. طبعا هو كان بيمثل الرئيس الوفد المصري سعد زغلول. تمام؟ جاب بعد كده لما جمع التوكيلات وراح للمندوب السامي البريطاني، رفض طبعا المندوب السامي البريطاني سفر سعد زغلول لحضور مؤتمر الوفد المصري، وتم القبض في الوقت ده على مين؟ على سعد زغلول وزمايله، والكلام ده كان في مارس سنة 1919، وتم نفي سعد زغلول إلى جزيرة مين؟ إلى جزيرة مالطا. تمام؟ وطبعا دي هي كانت الشرارة اللي خلت ثورة 19 عام. يبقى الشرارة اللي هي اندفعت منها ثورة الشعب ثورة 19 هي مين؟ يتم نفي سعد زغلول إلى جزيرة مالطا. هي عوامل قيام ثورة 19. تمام؟ أول حاجة زيادة نمو الوعي الوطني، وأوعى تفرق، لازم تفرق ما بين أو تب. يعني ما تضمش عوامل قيام ثورة 19 زي عوامل قيام ثورة 2 عوامل قيام الثورة العربية بتاع أحمد عرابة. في فرق كبير جدا ما بين دي وما بين دي. يبقى لما يجي السؤال بما تفسر إيه أسباب أو عوامل قيام ثورة 19؟ أول حاجة زيادة نمو الوعي الوطني عند مين؟ عند المصريين. تاني حاجة الإجراءات العنيفة التي اتخذتها سلطات الاحتلال البريطاني تمام أثناء الحرب العالمية الأولى. تالت حاجة ادعاء انجلترا وخلفاء انجلترا إنها بتحارب من أجل حرية مين؟ من أجل حرية الشغل. بعد كده آخر حاجة إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون المبادئ بتاعته 14 اللي منها حق الشعوب في تقرير مين؟ في تقرير المصير بتاعها. تمام؟ يبقى دول أربع حاجات بنقول عليهم هم أسباب أو عوامل قيام ثورة 19. أسباب أو عوامل قيام ثورة 19. يبقى تعرف الفرق ما بين عوامل أو أسباب الثورة العربية سنة 1881 بتاعت أحمد عرابي، وما بين ثورة مين؟ ثورة 19. امتدت طبعا الثورة من القاهرة إلى كافة الأقاليم، وشارك في الثورة دي أول مرة في التاريخ تشارك فيها المرأة، وشارك فيها جميع عناصر مين؟ فئات الشعب المصري. تمام؟ وتم طبعا ده بيدل على الوحدة الوطنية، تم رفع مين؟ تم رفع الهلال مع الصليب على
النادي مكان المندوب السابق البريطاني اللي هو السيرمون ديبي. تاني اهتمام نتيجه الفرايد اند ساند زابون. الفرايد اند ساند زابون في شهر يناير سنه 1919 يبقى تم نفذه في مارس سنه 1919 وتم اخراجه من المنفذ كمان سنه فبراير سنه 1919. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان انت غير مقيد اساسا بين التواريخ في الامتحان، لكن بيحدد ايه الاحداث ولكن حسب تسلسل مين؟ حسب تسلسل الاحداث بتاعتك. السماح لهم كمان بالتوجه الى مين؟ تعالوا يا جماعه يا سعد سافرون انتوا زمايلك مسموح منكم بالدخول تسافروا الى مؤتمر تختاروا المؤتمر في باريس اللي هو مؤتمر الاسره. للاسف الشديد تم الانتصار طبعا صدق اعضاء الوفد المصري بعد وصولهم الى باريس. طب ليه؟ لان اعترفت مين بقى؟ بسبب اعتراف كل الدول انه وصولها بالمؤتمر وكان على راسهم الرئيس الامريكي ويلسون. تمام؟ الكلام بريطانيا على مصر. مما اصاب اعضاء الوفد المصري باحباط مين؟ باحباط كبير جدا. تمام؟ قررت انجلترا ارسال لجنه لمصر برئاسه فيها اللورد مينر. ليه؟ لان الشعب المصري زعلان جدا، متضايق جدا، مخنوق جدا. من قرارات مين؟ من قرارات مؤتمر الصلح. لما رفض مين؟ رفض سعد زابور وزمايله. تمام؟ بالمطالب بتاعتها. فارسلوا طبعا اللورد مينر. اللورد مينر ده كان وزير المستعمرات البريطانيه هنا في مصر. تمام؟ عشان يقنع الشعب المصري بقبول الحمايه البريطانيه. طلع ذكي جدا الشعب المصري وما رضيش يتفق مع مين؟ ما رضيش يتفق مع اللورد مينر. تمام؟ وقاطع اللورد مينر. ليه؟ لان التفاوض ده بيعمل ما يعني تنازل عن وكاله الوفد المصري. بيقول لسان زرور احنا كده يا سعد زرور رفضنا التوكيل بتاعك. تمام؟ وطلع ذكي جدا طبعا في الشعب المصري. لذلك اتجه اللورد مينر علشان يتفق مع مين؟ يتفق مع سعد زرور. وانتهت المفاوضات دي بمشروع معقد رفضها الشعب المصري بكل طوائفه. ليه؟ لانها كانت ستؤدي الى استقلال مصر استقلالا سوريا. تمام؟ جاء في مارس سنه 1921 واللي رئيس الحكومه المصريه كان مين؟ كان هو رئيس الوزراء عهد نيابه باشا. طبعا كان يبدو ان هو ربنا وفقه في الاتفاق مع بريطانيا على وضع الاسطول يحقق اماني ومطالب مين؟ ومطالب المصريين. ودي اسمها طبعا مفاوضات عدل. مفاوضات عدل هي كانت مع كيرزون. تمام؟ وبالتالي دفع طبعا مع عدل يعني كيرزون وزير خارجيه بريطانيا. وفي للاسف الشديد برضه النتيجه لم تؤدي الى مين؟ لم تؤدي الى استقلال تام لمصر وفشلت المفاوضات دي. وبالتالي عدل يعني قدم مين؟ قدم الاستقلال بتاعه. تمام؟ يبقى النتيجه على فشل مفاوضات عدل يعني رئيس الوزراء مع كيرزون وزير خارجيه بريطانيا ان هو الراجل ده قدم استقالته اللي هو عدل يعني. ورفض الوقت ده رفض رجال السياسه تشكيل حكومه جديده. وتم القاء في الوقت ده بقى تم القاء القبض مره ثانيه على سعد زابور. تمام؟ لان حس ان القوات البريطانيه سعد زابور ورا كل المشاكل دي كلها. فتم القبض على سعد زابور نفس المره دي لجزيره مين؟ لجزيره السيشل. يبقى اول مره في مارس سنه 1919 تم نفي سعد زابور في شهر مارس سنه 1919 الى جزيره مالطا. دي طبعا في جهه البحر المتوسط. لكن ثاني مره لما تم القبض على سعد زابور سنه 1921 تم نفيه الى جزيره مين؟ الى جزيره السيشل. اتركت بعد كده ان تجدد الثوره مين تاني؟ تجدد الثوره 19 تاني. وقبض على الشعب المصري كل المنتجات مين؟ كل المنتجات البريطانيه. في الوقت ده مما اضطر الحكومه البريطانيه انها تقلع على المصالح الاقتصاديه بتاعتها وتسويق المنتجات البريطانيه. وتم الافراج عن مين؟ تم الافراج عن سعد زابور. وادى ذلك بعد ذلك الى مين؟ مفاوضاتهم. تمام؟ بعد فشل المفاوضات دي قامت بريطانيا باصدار تصريح 28 فبراير سنه 1922. يبقى يا جماعه المصريين احنا نصدر تصريح دلوقتي اللي هو تصريح 28 فبراير سنه 1928. طب بيقول التصريح ده اعترفت فيه الدول البريطانيه بانهاء الحمايه البريطانيه على مصر. يبقى انا ما اعترفت الحمايه البريطانيه على مصر انهاء الحمايه البريطانيه من على مين؟ من على مصر. تمام؟ كويس جدا. مكسب لمصر النقطه دي. تاني حاجه الغاء الاحكام العرفيه. يبقى هم رجعوا لمطالب مين؟ المطالب حزب الوفد المصري بتاع سعد مين؟ بتاع سعد زغلول ومطالب الوفد المصري اللي هم سافروا اليها في مؤتمر باريس. تمام؟ تالت حاجه اللي هو اعتراف بريطانيا ان مصر دوله مستقله ذات السياده. يبقى الثلاث حاجات دول نصوص تصريح 28 فبراير سنه 1800 كام؟ سنه 1822. الكلام ده جميل جدا. هل الكلام ده هيستمروا عليه؟ لا طبعا للاسف الشديد. هم لما يلغوا الحمايه البريطانيه على مصر ممتازين جدا كويس جدا لمصر. لما يلغوا الاحكام العرفيه طبعا في منتهى
وجود التحفظات الاربعه، وجود التحفظات مين الاربعه؟ اول حاجه تامين المواصلات البريطانيه في مصر. يا طب البريطانيه البريطانيه بتحل فين اقطعها؟ لازم امن المواصلات بتاعتي فين؟ في مصر. يبقى تامين المواصلات البريطانيه في مصر. تاني حاجه حمايه المصالح الاجنبيه وحمايه الاقليه في مصر. يبقى ده مش استغلال، لا يبقى ده مش استغلال. تاني مصر تمام، هم كانوا بيهاجوا علينا المسلمين في الشروط الاولانيه. تمام، يبقى تاني حاجه حمايه المصالح الاجنبيه وحمايه الاقليات في مصر. تالت حاجه الدفاع عن مصر ضد اي اعتداء او تدخل اجنبي. يبقى انا كمان متخيل ايه؟ بس فينا حاجه ان الدرع لا، ده انا دافع عن مصر ضد اي اعتداء او تدخل اجنبي. يبقى مصر دي اساسا بتاعت مين؟ بتاعت انجلترا. تمام؟ الرابع التحفظ بقى السودان. نرجع بقى للسودان، تستمر اوضاع السودان حسب اتفاقيه الحرب السوداني اللي كانت سنه 1800 سنه 1899، وهي مشاركه القوه البريطانيه في حرب السودان بجانب مين؟ بجانب مصر. هم اربع تحفظات دول اللي كانوا طبعا عدم وجود استقلال تام لمين؟ عدم وجود استقلال تام لمصر. يبقى رغم اعتراف بريطانيا بمصر دوله مستقله الى ان التصريح لم تحقق للمصريين اماليهم كامله بسبب مين؟ بسبب الاربع تحفظات اللي احنا اتكلمنا عليهم. تمام؟ نتائج بقى الصدور تصريح 28 فبراير، هل دي نتائج اربعه؟ يبقى احنا شفنا بقى اللي هم شروط تصريح 28 فبراير، وهنشوف دلوقتي النتائج المترتبه على كده. اول حاجه اعلان الملك فؤاد نفسه ملكا على مصر. بعد ما كان فؤاد ده طبعا احمد فؤاد الاول هو اللي طبعا تولى الحكم، بعد كده كان نفسه طبعا سلطان، الملك فؤاد سلطان على مصر، ده اعلن نفسه ملكا على مصر سنه 1900 كام؟ سنه 1922. بعد كده هو تاني حاجه شكلت وزاره برئاسه عبد الخالق ثروت. عبد الخالق ثروت باشا شكل اللجنه من 30 عضو، هيعملوا فيها ايه؟ اعاده الدستور، هيعملوا بقى يقرروا فيها ويجيبوا ايه؟ يجيبوا الدستور. والقرار ده الدستور سنه 1923، والى حد ما كان الدستور كويس جدا للمكسب طبعا للشعب المصري. ثالث حاجه اعلنت وزاره الخارجيه المصريه. يبقى نتائج صدور تصريح 28 فبراير سنه 1922 اعلان الملك فؤاد نفسه ملكا على مصر في مارس 22. بعد كده شكلت وزاره عبد الخالق ثروت باشا لجنه من 30 عضو لاعاده الدستور، لاعاده الدستور، يكتبوا دستور لمصر يعرف باسم الدستور سنه 1923، واعلنت وزاره الخارجيه لمصر تاني. تمام؟ طب ايه هي عيوب الدستور وايه هي مميزات الدستور؟ اولا انت عارفين اشوف عيوب الدستور سنه 1923، عيوبه ان اعطى للملك سلطه واسعه، اعطى للملك سلطات واسعه، ازاي السلطه التنفيذيه والسلطه دي والسلطه البشريه؟ الملك فؤاد في اي وقت يقدر يحل البرلمان، يقدر يحل البرلمان، حل البرلمان، تفكيك البرلمان بتاع الشعب المصري بتاع مجلس النواب. تمام؟ وبامكانه كمان يعمل دعوه لانتخابات جديده، ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لعيوب الدستور. تمام؟ يعني التصور بتاع الدستور. مميزات الدستور، ده يعتبر كمان خطوه، الدستور ده ميزه للشعب المصري ان هو يعتبر خطوه كبيره جدا في تقرير ان الامه هي مصدر السلطان. اللي بيقرر السلطان اللي بيقرر القرارات وبيعمل دستور الشعب المصري، يبقى يعتبر خطوه في ان التقرير في ان التقرير ان الامه قرر ان الامه هي مصدر مين؟ مصدر السلطان. وواضح كمان نهايه الحكم مين؟ الحكم المطلق. واقر الدستور بماده مين؟ الانسواء لجميع المصريين. يبقى جميع الشعب المصري متساوي سواء كان في الحقوق او مين؟ او الواجبات. وماده احترام الحريات العامه. يبقى مميزات دستور سنه 1923 هي كانت مكسب لمصر والمصريين جميعا. اول حاجه ان هو خطوه في تقرير ان الامه هي مصدر السلطان ووضع نهايه للحكم المطلق. تمام؟ تاني حاجه اقر الدستور ماده المساواه ما بين جميع المصريين سواء كان مسلم او سواء كان مسيحي سواء كان فقير او سواء كان غني في الحقوق وفي الواجبات. وماده احترام ماده احترام الحريات العامه. يبقى هنا مميزات دستور 23 كانت كويسه جدا ومكسب للمصر. بالتالي تاني معروف تم تشكيل انتخابات جديده. تم تشكيل انتخابات جديده وبريك عمليه الانتخابات تطبيقا للدستور سنه 1923 اللي فاز بها مين؟ اللي فاز بها حزب الوفد المصري. يبقى اللي فاز بالانتخابات العامه وفقا للدستور عبد الخالق ثروت سنه 1923 هو كان حزب الوفد مين؟ المصري. وطبعا رئاسة حزب الوفد المصري رئاسة سعد زغلول. فشكل سعد زغلول فعليا سنه 1924 اول وزاره برلمانيه. يبقى اول وزاره برلمانيه عرفت بوزاره الشعب. اوعى طبعا تدخل ان كان في قبل كده في وزاره مين؟
مسجد الثوره، افتكر مسجد الثوره بتاع مين؟ بتاع محمود سامي البارودي سنه 1881 اللي خلى فيها احمد عرابي كان وزير الجهاديه ووزير البحريه، ده رئيس وزاره الشعب يبقى اول وزاره برلمانيه. شوف كده برئاسه سعد زغلول ووفد بيس وزاره الشعب سنه 1924، وبالفعل تم افتتاح اول برلمان مصري سنه 1924 في شهر مارس. للاسف الشديد ما اهتمتش الفرحه بتاع سعد زغلول ولا مين الحزب الوطني، الحزب الوطني المصري. ليه؟ لان في الوقت ده 19 نوفمبر سنه 24 تم اغتيال السر الاستاذ، تم اغتيال السر الاستاذ، والسر الاستاذ ده هو القائد العام للجيش المصري والحاكم العام للسودان كلها. طب ايه النتيجه المترتبه على لما تم اغتيال السر الاستاذ؟ طبعا اصدر على كل انذار مين؟ اصدر انذار اللي هو الجنرال بيعلن فيه انذار للقوة المصرية برئاسة مين؟ سعد زغلول، بينزل فيها سعد زغلول وبيطلب من سعد زغلول سحب الجيش المصري منين؟ من على أرض السودان. طبعا الكلام ده مش هيحكم سعد زغلول نهائي، وموقف سعد زغلول إن الراجل ده قدم السؤال يبقى استقال وزارة الدفاع لوزارة مين؟ وزارة سعد زغلول، وحدد وزارة جديدة برئاسة مين؟ برئاسة زيور باشا. تمام؟ زيور باشا ده رئيس مجلس مين؟ رئيس مجلس الشيوخ بتيجي في الامتحان. طبعا الراجل ده قبل مطالب مين؟ قبل مطالب بريطانيا، وتم بالفعل سحب الجيش المصري من على ارض مين؟ من على ارض السودان. في الوقت ده طبعا توفى سعد زغلول سنه 1927 وفقا للمصر طبعا زعيم وطني زي سعد زغلول. جاء بعد كده سنه 1930 تم تشكيل اسماعيل صدر وزاره دي اثيوبيا سنه 1930 وقام بالغاء الدستور سنه 2004. يبقى سنه الوقت اسماعيل صدر راح لغى وهيعمل هو طبعا دستور جديد سنه 1932. تمام؟ رفض الشعب المصري الدستور بتاع سنه 1930، ومش رفضه بس، لا كمان الشعب المصري قام بمظاهرات كبيره جدا لرفض مين؟ دستور سنه 1930. ليه؟ لان اليوم كانت اكثر من مميزاته، لانه اقدر ملك مزيد من السلطات اكثر واكثر. تمام؟ واخذ السلطه بالبومبه، يا طبعا طبعا اختلاف كبير جدا ما بينه وبين دستور سنه 1923. شوف كان بيعمل فيه الأمة، الأمة توصل للسلطات في دستور 23، لكن الدستور ده أهدى سلطة الأمة، تمام؟ وفوقها في مواقف كتيرة جدا، تمام؟ بالتالي كان الشعب أهو المصري بيطالب بإنشاء دستور سنة 1930 وعودة دستور سنة 1923، اضطر الملك فؤاد طبعا الرضوخ لإيمان الشعب وقائد الأمة وإعادة دستور سنة 1923، وطبعا أهدى دستور سنة 1930 بتاع نيجي في الفترة دي أساسا من سنة 1923 دستور سنة 23 وتم تعامل الأحزاب، الأحزاب كتير جدا، حزب الوطن، حزب الحرية، وحزب الله، أحزاب كتير جدا. تعامل الأحزاب ده هل كان مفيد جدا للشعب المصري؟ هل هو كان أساسا ثراء نهائي النيابية؟ لا
او نحل القوات البريطانيه اللي موجوده في القاهره تمام وجميع الجهات الاخرى حوالين محافظه القاهره تمام هيروحوا فين؟ يروحوا منطقه قناه السويس، منطقه قناه السويس يعني الاسماعيليه يعني بورسعيد يعني السويس تمام. يبقى قوات الاحتلال هتسيب مصر وتهاجم مالي وتهاجم القوات البريطانيه وتهاجم القوات البريطانيه من القاهره والمحافظات اللي حوالين القاهره ويتمركزوا فين؟ يتمركزوا في مدن القاهره. استمرار إدارة السودان طبقا لاتفاقية التقدم السوداني، الحته تحت السودان يا مصطفى انا حاسس لا ما فيهاش كلام دي، احنا ما زلنا هنحكم السودان بجانب مين؟ بجانب مصر تمام؟ بس على شرط احنا رجعناكم المصريين القوات الثانيه القوات المصريه تحكم معانا مين؟ تحكم معانا السودان تمام؟ كانت النص طبعا قال الشرط من الشروط دي تتعهد الحكومه المصريه، شوف بقى يبقى الحكومه المصريه تتعهد تاخد قرار على نفسها انها تعمل على دول المحور. ليه؟ لان احنا اساسا مش قد الدول القويه
فاروق وهتجد جمال فاروق بفعله عن العرش. لو هو من نفس المنطقة من المنطقة القوات البريطانية اللي معين مصطفى نعاس رئيس الوزراء، بالتالي رفض جمال فاروق لقبول الإنذار وعين مصطفى نعاس رئيس حزب مين رئيس حزب الوفد للوزراء، وإذن بيه مصطفى نعاس هو رئيس الوزراء. تمام؟ يبقى كده عرض خلاص منتصر عرض مصر طبعا قضيه تلاقي القوات البريطانية بالكامل عن مصر وواحد يمين وواحد واليمين. الكلام ده كان سنة 1947 على مجلس الأمن. تمام؟ الكلام ده بتكلم مجلس الأمن اللي بيتخذ قرار وترك القضية عليها وترك القضية معلقة. وعلى فكرة في الوقت ده ما كانش هو مصطفى نعاس رئيس الوزراء، لأن تعددت وكثرت مين؟ رئاسة الوزراء بعد مصطفى نعاس، وكان هو القرشي باشا هو اللي عرض سنة 1947 عرض القوات البريطانية ثلاث قوات البريطانية بالكامل على مصر وعلى الوقت اليمين وواحد اليمين على مجلس الأمن، لكن مجلس الأمن ما خدش القرار وساب الموضوع متعلق القضية دي كانت متعلقة. تمام؟ جمع الناس في أكتوبر سنة 1951 أعلن مصطفى النحاس كان رجع تاني لرئاسة الوزراء مصطفى النحاس، وتولى في الوقت ده مصطفى النحاس رئاسة الوزراء مرة تانية. تمام؟ فجاء سنة 51 وأعلن النحاس باشا رئيس الوزراء، وقتها كان معاهد 1936 يا بريطانيا أهلها معاهد 1936 وما خدش باسم منهم طبعا. تمام؟ وأطلق في الوقت ده الحرية مين؟ حرية الشعب للنضال المسلح ضد القوات مين؟ ضد القوات البريطانية في القناة. يا شعب يا مصري نضلوا. تمام؟ من أجل مين؟ من أجل الجلاوة ومن أجل مين؟ الحرية بتاعت الشعب المصري. تمام؟ وبالتالي النتائج المترتبة على ذلك إن قامت إيه؟ لما مصطفى النحاس دخل معاهدة بتاع 36 راحت قايمة جماعات مين؟ الفدائيين بمهاجمة المعسكرات البريطانية، الجماعات الفدائيين اللي بيفدوا نفسهم. تمام؟ علشان من أجل حرية مين؟ الشعب المصري وحي جلال القوات البريطانية. واشترك بقى جماعه الفدائيين مع مين؟ مع جنود الشرطه ومع الحكومه المصريه، وتعمدت الحكومه على زياده عدد رجال الشرطه الفدائيين في الوقت ده للمساعده في منطقه مين؟ للمساعده في منطقه القناه. جت بقى القوات البريطانيه تم حصارها. تمام؟ تم حصارها امام محافظه الاسماعيليه، وطلبت من قوات الشرطه ان هم يلزقوا السلاح، لان كل واحد ضابط شرطه او عسكري يلبس السلاح بتاعه. تمام؟ ولكن رفض مين؟ رفض طبعا قوات الشرطه جنود الشرطه رفضوا التسليم، وحدث اشتباك ما بينهم وما بين القوات البريطانيه. واستشهد في الوقت ده عدد كبير جدا من رجال الشرطه في 25 يناير سنه 1952 زي ما احنا شايفين شايفين في الصوره اهي المبنى اهي، ومحاصره طبعا المبنى، ودي القوات البريطانيه اللي محاصره المبنى بتاع محافظه الاسماعيليه، وهم بيضربوا فيه قوات الشرطه ورجال الشرطه من الداخل. تمام؟ ولما تم استشهاد عدد كبير جدا من رجال الشرطه كانت الحكومه المصريه والرئاسه في يوم 25 يناير سنه من التاريخ ده، وهو طبعا يطلق عليه الشرطه من كل سنه يوم 25 يناير. تم حريق القاهره ثاني يوم مباشره يوم 26 يناير سنه 1900 اتكلمت عليه في منهج التاريخ، وبعد كده هنكمل في الترم الثاني ان شاء الله باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين.